قال ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأخبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. هذا ده دين يدان لله تعالى به. ده غير اللي قلت لك بعلق وحجبات وبلاوي، خاصة في بلدنا دي واحد يقول لك ده حجاب بتاع سكين، والصحابة ده ما خشوا معركة بتاع السيوف، انت افضل ولا حمزة الجات حربة ومسكة لما قتل شهيدا رضي الله عنه، انت افضل ولا جابر ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه، اسمه كذي جابر ابن عمرو ابن حرام، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، ابوه عبد الله طعنه مشرك، فلما امسك الحرب الطعن جاته من وراء، لما مسك قدام قال فزت ورب الكعبة اني لأجد ريح الجنة. لما قال العبارة دي الزول الطعن وقال موت بعده فوز، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قلب طوالي بقى بيغادر، بقى يقاتل مع المسلمين قاتل الكفار. ديل الصحابة ديل ليه ما لبسوا حجبات؟ ليه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم احد يوم احد قال عشرة في السيرة عشرة انفال، ارجع تفسير ابن كثير لسورة آل عمران، عشرة انفال انفال واقفين جنب النبي عليه الصلاة والسلام وهو اقوى العشرة، اقوى واحد فيهم، ان دار يعلمنا الجهاد ويعلمنا الخير. لما جو الكفار جارين قالون ما يدفع عنا هؤلاء وله الجنة، هو ماشي قدام الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع ورا. قال فقام رجل فقاتل حتى قتل، ثم قام الثاني حتى قتل، الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع طلحة بن عبيد الله. قال فقمت قال فأمسكت سيفي، فأمسكت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقاتلت بالأخرى. ليه مسك الرسول بيده دي وطالع به وجبل أحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه حتى سال الدم منه وكسرت رباعيته سنين التعد في صحيح البخاري كسرون صلى الله عليه وسلم. ليه ما لبس حجاب؟ قال طلحة فضربت القوم فقطعوا أصبعي فقلت حس، قلت حس يعني كلمة بتاع التألم لأنه أصبعه اتقطع. فقال لو قلت بسم الله لرأيت الملائكة ولا أخذتك. المهم الناس ذيل تلقاه في تفسير ابن كثير أو كما قال، نحن الشاهد من الكلام ده ليه الصحابة ما لبسوا حجبات؟ لأنه الحجبات ما من الدين، لأنه ابن مسعود قال لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن، لأنه ما نزل لي كذي. دليل شنو ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى الشركية حرام، التمائم سموها تميمة، التميمة سموها تميمة لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين، والتولة شيء كانوا يصنعونه ويصنعه السحرة لتفريق أو لتحبيب الرجل والمرأة. ديل كلين قال شرك استخدام والشركية، قال ديل شرك. والآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. تميمة نكرة في اللغة العربية، ما قالت تميمة بالألف ولا ما عرفها، تميمة نكرة، وجاءت في سياق الشرط من علق تميمة فقد أشرك، والتميمة النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم في اللغة العربية. أي تميمة تعلقها حرام، تشتري حافلة تعلق لك جزمة تحت عشان الناس ما يعانوا للحافلة يعانوا للجزمة من العين، ده شرك بالله. تشتري ركشة تعلق فيها شعر ورا عشان الناس تنشغل بها، لما واحد في حافلة معلق مكشاشة قالوا له دي لشنو؟ قال دي بتقش العوارض، عوارض يقول عوارض ده ورد تقش العوارض. قال واحد تلقاه يا أخي المرأة تحمل أكرمكم الله 9 شهور،
التسعة شهور الطفل ده جوا حافظه منه يا جماعة. الله سبحانه وتعالى تأكل لها شطة، المرأة تأكل شطة، الشطة تخش للطفل. شوف الحكمة دي كيف، وشوف القوة دي، يخش لها حاجة معينة بس مفيدة، الله حافظه مرقته برا بس، يجيبوا له كمون، كمون قدر السفة يخدتوا له. والله قالوا الكمون ده، والله قالوا الكمون ده بيحفظ الجنة، ياتوا جنة بيحفظوا كمون، اللي بيحفظ منه يا جماعة. قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم. وأولادنا ديل السودانيين ديل، أنا ذاتي سوداني، أولادنا ديل ديل بدون عين، هو الجنة تلقاه لابس لفنيرة وتحت ما في شيء، وتلقاه يتشنبخ في الطين وماكل له خضرة نازلة في رقبته، وتلقاه ذاته مريل حالته في البلد، يقول لك ده معلق الحجاب من العين. معقولة؟ بس ده بده عين ولا بدي عين؟ جناك ده يقول لا لخبة زي يا أخي، شافع يا أخي بيحفظه الله يا أخي. يا أخي الشافع من الصباح أقرأ له قل الله حتى 3 مرات، والمعوذتين 3 مرات، الفلق والناس، وأنفث فيه خلاص فيك وخليه يلعب زايد، يعني ما بجي وشي، لا بيحفظه الله سبحانه وتعالى. برضو يا جماعة من العقائد المنحرفة إنه بعض النساء يمشى للدجالين وقل له شوف لنا الرايحة وين، والله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مش كلام واضح؟ حتى في اللغة الناس درسوها في الثانوي، يقول لك من أدوات الحصر أو من وسائل الحصر والقصر والاختصاص النفي والاستثناء. قل لا ده نفي، يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا، ودي أداة استثناء، وده يفيد الحصر، إلا الله، الله بس اللي بيعلم الغيب، تاني غير الله ما بيعلم الغيب. تمشي لفقيه غشك يمشوا له يقول لك ندي بياض تحت المخدة، والفقيه عين لون يجر السبحة، سبحة زي جنزير الموتر كر 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 شغالين بعدين، لأنه السبح ما من الدين، عشان كده احنا سخرنا بها، ما من الدين، ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذاك الزول يقول له اسمع غنمايتك موشي، غنمايتك الرايحة اي تلقاه في الكوشة، امشي الكوشة القى الغنماية قاعدة، طوالي بتوهم انه الزول ده شنو بيعلم الغيب، واي غنماية بتروح بتمشي وين؟ يعني في غنماية مشت كافتيريا البهجة، ما غنماية دي رايحة تصلوا بتمشي الكوشة لانه ده محلها هناك، تمشي تجازف لها طحنية مدتها منتهية ولا مربى ولا انا ما اصلوا ولا دار لا فقيه، غنمايتك راح تشوف اقرب كوشه، ابغى انا ما روح بتقف في صف البنزين ما بتمشي في الكوشه ما معروفه، ياكل هوا الساي ولا يجي يقول له يعني لك كذا، يقول لك اسمع انت فيك 12 عارض واكبر عارض من ال 12 عمك ده ذاته، والله الذي لا اله غيره، يقول لك فيك 12 عارض، انت عرفته 12 كيف؟ انت اقرا قران، لو انت بتقرا قران لكن كلها هوس يا جماعه، يقول لك فلان بيعلم الغيب، فلان بيرد الرائحه. انا اديكم مثال بسيط بس، خلي اي كلام اي كلام خلي، واي زول يزعل براحه يا جماعه، اللي يقرا صفحه 6 من المصحف، الصفحه 6 مش سوره البقره، شو الايات دي كلكم يمكن حافظينها. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، والأسماء في تفسير ابن كثير أسماء الأشياء، يعني دي شجرة ده جبل ده بحر، علم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما كنتم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب الآيات دي الله سبحانه وتعالى في البداية علم آدم أشياء، صح ولا ما صح؟
الأشياء دي لمن سأل عنها الملائكة هل عرفوها؟ ما عرفوها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب سؤال، أفضل الشيوخ والأولياء ولا الملائكة؟ أفضل شنو يا جماعة؟ مش الملائكة؟ إذا كان الملائكة ما عرفوا أسماء الأشياء، كيف الولي يكون بيعلم الغيب؟ كيف بس بالراحة كده؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله لمن جاء الملائكة في صورة بشر ما عرفوا الملائكة، مشى الأهل وجاب شنو؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون؟ لمن ما أكلوا لأنهم ملائكة، فأوجس منهم خيفة، خاف أو جات خيفة. ليه؟ لأنه ما بيعلم الغيب، لو بيعلم الغيب كان عرف إنه ده الملائكة، ما كان جاب العيون عجل ولا كان قدم لهم طعاما. ولذلك يا جماعة إياك تمش ليزول دجال بتعامل مع الشياطين يقول لك أنا ما أعلم الغيب، مش بتعلم الغيب أي، وضد القرآن أي، أبي شقيف جنبه قبل ما يعمل أي شيء. أقرأ آية الكرسي جهرا، شفت آية الكرسي؟ أقرأ جهرا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، إلى آخره الآية. أقرأ جهرا، يلا قل له شوف ليه الرايحة وين، كان ما قال لك الليلة الشبكة طاشة أمشي وتعال، ولك أوي شغلة دي في حاجة مياها، ما حاجة مياها، ما شياطين طارت منه بقت مارقت، لأنه آية الكرسي دي طوالي بيقوا مارقين شياطين. ولذلك دي من الشركيات، إياك تمشي لزول تقول له شوف ليه الرايحة، راحت منك حاجة افتح بلاغ وأسأل الله يرجع عليك. رجعت الحمد لله، ما رجعت إن شاء الله الله بعوضك أفضل منها وتلقى الأجر في الآخرة. من الشركيات برضو يا جماعة المنتشرة يقولوا فلان بدي جنى، ودي موجودة في بلدنا دي. لما واحد ألف قصيدة قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. في كباشي بده طفل يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة، شوف الكلام ده واضح كيف، قال أفرأيتم ما تمنون، في كلام أوضح من ده؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كلام واضح؟ والله تحدى الناس جت، قال يا أيها الناس في سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا تو مثل، إن الذين تدعون من دون الله اللي بتعتقدوا فيهم ديل، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مجنة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كان كلهم لمون عشان يخلقوا ذبابا ما يقدر، جات لمون، انتوا اصنعوا الجناح وانتوا الاضان بتاعت الذبابا وانتوا الخشم وانتوا الكرعين، ما يقدروا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما كذي بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا، إن أذات شرط شيئا نكرة، لو الضبان دي شالت منك الضبان أي شيء شالت منك إنت ولا من الزول اللي بتعتقد فيه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يقدر يرجع، هذه الضبان أكلت منك وطارت في العرش تقدر تطرشها تاني؟ تقدر ترجع أكلته منك؟ بعدين ما قال وإن يأتي الذباب فيأكل، لا لا، قال وإن يسلبهم، على قال شوف الزول ده ضعيف كيف، ضبانة بتسلب سلب، ما في ضبانة يقول لك عن إذنك يا معلم دار أفطر معاك، دي بتجي خاشة توشك طوالي ترك لك فينا خرتك، شوف الوجايع دي كيف تديك بنج، شوف خش اليوتيوب عندهم كلام عن الضبانة، جايبين الأجهزة بتاعتها وعندها آلات حادة وعندها شنو، جايبينها بالكاميرا من قريب، جايبين لك أشكال، قالوا عندها بنج، الضبانة دي عندها بنج، جايبينها في اليوتيوب، أنا شاهدت المقطع، قال بتديك البنج ده وتشتغل فيك، بعد تطير البنج بفيك انت يا دوب بتعمل لك، عشان كده لما انت تحكها بتلقى طارت بقت مارقة،
قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب البسأل غير الله والمطلوب المسؤول. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يا أخي الله ذا عظيم والله ذا قوي والله ذا رؤوف والله ذا رحمن رحيم. الناس يتعلق به ما بزول بدي جنا. إياك تودي مرتك لفكي ولا أبوي الشيخ أنا دار لي جنا شوف المرة دي بريك لي بديكم تراب شفتها بقول لك هاك أمشي أكشح فيهم بدة تمشي تكشح والتراب في خشمك. مرة تخدها على الرأي وتمشي تخليها وقاعد برا وماكل له شنو عتان وقاعد مرتاح في الظل وتخدها معاه وكذي بعد 9 شهور الجنة يمرق أضانه زي أضان الشيخ ما بأي فرق حصل شنو والله. وأوعك تقول الكلام ده نحن افترينا عليهم. أي زول يقول لك افترينا عليهم مش قال لك افترانا عليهم طوال يقول لها مش أقرأ في كتاب للجماعة ديل ذاته اسم النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية حقهم براون حقهم براون كتبوا بيديهم. كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها. في الكتاب ده ذاته في نفس الكتاب ألف عبد المحمود نور الدايم رجل طابت دع السمانية قال فيه قال أحد المريدين لشيخي لما رآه يفسق بامرأة عديل قال ثم جاء الشيخ بعد أن زنى بالمرأة والله مكتوبة كذا في الكتاب فقال للمريد يا بني رأيتني وقد فسقت بالمرأة فلماذا لم تنكر علي؟ قال إنما أتيت لآخذ منك الخير ولم آتي لأنكر عليك. شوف التربية دي يعني شوفوا مجرم وتسكت تلبت ساي وقال أنا جيت أشيل منك الخير. فقال المصنف قال شنو؟ قال الفرق بين معصية الولي وغير الولي. شوف النجر ده كيف معصية بتاع الشيخ وغير شيخ. قال الفرق شنو؟ قال الفرق أن الولي ينظر إلى اللوح المحفوظ فيرى أنه يعصي الله فيعصي الله وأما غير الولي فلا ينظر إلى اللوح المحفوظ. عشان كده في فرق بيناته. قال ده الفرق ده المبرر بتاعه. يا أخي ده كله هوس يا أخي. الزول يا جماعة يبقى على عرضه ده قوي والله الذي لا إله غيره. بيتك ما تمرق للأولاد بيتك ما توديها لفكيه. البيت ذاته تحفظ نفسها والله. بنات تلقاهن عفيفات محترمات أبوها تلقاه نخرته فوق تمشي في النهاية تسوي لها طامة تبقى في نام نزل راس البيت تتحيد. شكذي زمان القحطاني قال كلام للبنات وقال كلام لأهلين كلام والله قوي جدا. أنا بديك بس منه 3 أبيات بس. قال إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. على قال جوا الكلام ده كيف؟ قال تلقاهن عاين للبيت تلقيه والنساء وتلقيه يوديها لفلان ولعلان. قال إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. مش كلام واضح؟ وقبليه قال واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الصبيان والولدان. غض بصرك قال لك من ذي الكت والله الذي لا إله غيره. ولذلك يا جماعة الإنسان يحرص على عرضه كل الحرص ما يجامل فيه ما تودي لك المرأة ما ولدت. أسأل الله هو الولادة دي بالصلاح هي بالصلاح. كفار ديل قاعد يلدوا ولا ما بيلدوا؟ بيلدوا تيمان ذاته. ما شايف الصينيين ديل بشابه وكيف شاو عيون جت واحد ما شفتهم؟ وإيش شغلة لا بيل شوف لا بالصلاح ولا بالقوة. واحد تلقى مشلول عنده دستة بتاعت أولاد يجوا يقرصوه يجروا. واحد تلقاه بمروته ينداك شلول تاني حلك الجليل العظيم وتلقاه ولا جنة ما عنده. واحد تلقى ساي جلوري ما عنده جنة مروة فل
واحد تلقى ضعيف بيجاي يرقدوا مرته وتضع وبيجاي يرقدوا يدوا سوائل ما عنده مروه ذاته. الله الذي لا اله غيره، لانه الشغله دي بيد الله سبحانه وتعالى، ما بيد فلان والا من الناس. الاسبوع الفات مشينا حلقه الشعبي اتكلمنا عن الموضوع ده، من ضمن الكلام جاء واحد استاذ شايل اوراقه معه ولا تابع لنا ذاته ولا يتابقى معانا، ابقى بسمع الكتاب والسنه، ما تبقى مع اي زول. دي انا ما جايك لها الكلمه الاخيره ان شاء الله تعالى. الاستاذ ده جا داخل قال لك كلمات عجيبه جدا، كنا بنتكلم انه الجنب يديه الله براه وكذا وكذا. يا داخل مسك الميكروفون قال والله يا جماعه انا اقول لكم كلام صدق وكلام تجربه بتاعتي انا. قام الناس بيجوا يسمعوا له، استاذ عادي. قال والله انا مرتي ليها 7 سنة ولا وقت طويل قال ما انجبت، قال حبوبتها ولا امها ودتها لي فقير اداها تراب كل يوم تجغم في التراب، قال ما ولدت. قال بعد فترة المهم قرأت قرآن ذكر اشياء وان كان ذاك فيه كلام. قال بعدها مشت فحصت لقت انه شنو الله رزقها ولد. قال لكن للأسف فحصوا لقوا عندها حصوة بسبب شنو، والله الكلام كمان صوروه ورفعوه في النت او داري يرفعوه. قال لقوا عندها حصوة لانه فكيف دجال ساي، شنو تراب بالدجنة، شنو تراب بيشفي، تركب ركشة تمشي للفقيه في المسجد تقول له انا عيان اديك تراب تسفه ولا اداك محاية باغة ملانة موية وسكن ومالية بزاغ وزاته عمك ده تف تف وديك لا يقول لك ها قرطيعة بتبقى كويس. بعد يومين تجي للفقيه ذاته تقول له وين الفقيه؟ لا يقول لك الفقيه ده حاسي مش الدكتور. يعني انت تحس ده مش الدكتور وانا تديني ابو بزاغ ده؟ انت لو شغلتك دي بتشفي ما كان يقرطيعها براو؟ اسالكم بالله عقل ساي ما كان يقرطيعها براو؟ ولا هو الساي يا اخي ناس يا اخي ان شاف شافعه المره تلقى شافعه صغير يسيب في التراب ترمي له يده تضربه تقول لك هكاك هكاك التراب. الشافع يكبر يلقى امه ولا ابوه جنب القبه يسيب في التراب. ها برضه يقول لك هكا لا ابوه ده يحلها معاه كيف كذا يحلوها ليته. كله هوس يا اخي، يقول لك تراب فيه بركه، ده لا فيه بركه لا كابتن ماجد، ده كله هوس ساي. تلعب بالدين انت؟ ده ما فيه تراب فيه، يا اخي السكر ان كترت منه بيأذاك. تسف لك تراب عديل وسكر بيأذاك ان كترت منه. ولذلك يا جماعه احنا جينا والله الناس دي تبقى عقيدتها في الله، ولا فينا نحن ذاته. ولا تعتقد في شيخ ولا فقيه ولا فينا نحن. اعتقد في الله العظيم الكريم الجليل الجليل سبحانه وتعالى. والله يعظم الله لانه الله عظيم، لانه قال لك ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ده الله سبحانه وتعالى. فالناس يا جماعه تكون على التوحيد، فالزول يا جماعه عقيدته دي تبقى في الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ما تحلف في زول، ما تقول وحات جناي وحات الريده وحات البيناتنا، ده كله من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من روايه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. طيب المسألة الثانية يا جماعة والأخيرة ونختم بها، الدين ده برضو قايم زي ما قايم على العقيدة الصحيحة في الله التوحيد. المسألة الثانية أن لا يعبد الله إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تبع الرسول بس صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا تتبع أي جماعة، لا تبقى صوفي، لا تبقى أنصار سنة، لا تبقى داعشي، ولا تبقى مع جماعة الإخوان المسلمين، ولا تبقى مع حزب التحرير، ولا تبقى مع حزب الأمة، أبقى مسلم مستقيم بس. كلام ده شين ولا سمح حاجة؟ بس مسلم مستقيم براك يعني ما نبقى معاكم؟ لا لا ما مع أي زول، أبقى بس مع الحق وما تشتغل بكلام الناس. لأنه الناس دي لو زول تابع فنان ما بيسألوه، لكن تابع الدين بيبقوا له في رقبته في حلقه.
بس يتابع عليه فنان بقى يكورك زيه اوك يخلوه زي بكره تابع عليه مصارع يتوطح بالباب ويدق في البوشم والحديد خلوه زي بعد بكره تابع عليه لاعب كوره يضقل زيه اوك وشنكارات وبلاوي خلوه زي بعد يومين ثلاثه يلم في شعره ويسوي في حاجات وبناطلين كيف ونايل خلوه زي بعد اربع يوم يولع له حاجات شيء حمر وشيء خضر تقول اسطب وشنو خلوه زي يبلع حاجات يخلوه يطعن حاجات يخلوه والله هوس في البلد دي يشنق له حاجات فوق وتحت يدردم فيها خلوه زي وهوس زي والصعود ده انبزخته في مشمع سيد البيت يقول لك انت ما راغ يا اخي في داعي يا اخي صعود كعب زي ده تبزغ لنا في المشمع ده يا اخي ما كان تبزغه بره يعني هو في المشمع ما بيرضاو ويرضى في قدومه ده بس ده فاهم شي وده المشمع مرضي تاخد فيه صعود تاخده في خشمك وهو الساي ويقول لك بيوزن الراس وبيفتل الراس والله الراس ده الله خلقه موزون ولا مفتول هو بيفتل الراس دار تعرفه بيفتل الراس كلامي ده عاين للناس اللي بيسفوا بالصباح اول ما يصحى تلقاه وتقول رقشة بردانة شوف ده ما يقدر يفتح تلقاه كابس في المخدة تحت المخدة مغمد بعد يلقى الكيس ومغمد ويدردم الشغلة ويخدها حتى عيونه تبدأ تكنتك برا ده ما تفتل هسي أسألكم بالله ده مش يتفتل ده فتل راسه برا يا زول انت خلي الشغلة دي وكمل قهوة يبقى مغمد كده والله جزاك الله خير ولذلك يا جماعة ده كله هوس انت يا زول طبق الحق لكن للأسف هنا لو طبقت الحق بيضحكوا عليك يعني ناس قصرت يزارك ولك أسمع شغل ده كيف تقول يا أخي الرسول قال رسول ما أنصار سنة ولا تبقى أنصار سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أكثر المسلمين ما سمعوا الحديث ده أكثرهم ما بعرفوه عشان كده ما عارفين إنه ده دين قال إنه شغل بتاع جماعة الحديث ده في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه يعني قال لك لو إزارك ده جريته تحت كعبك لحد هنا بجوز لحد الكعب تجر تحت الكعب قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ده من غير تكبر قال لو بيتكبر ومن جر ثوبه بطرا يعني لابس لا وجدع في مشيته يتكبر قال لم ينظر الله إليه مش كلام مخيف الزول ما عارف الحديث الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه العلماء قالوا يعني وقع في الخطأ وهو لا يعرف أنه خطأ ده ما عليه ذنب ما عارف الحديث ما عليه ذنب لكن مجرد ما عرفه بعد ده يقصر إزاره هسه تقصر يصروا لك في بعض المساجد مرة مسجد قال له والله كلامكم سمع لكن بس جلابتك قصيرة بس والله يشوفك من بعيد يقول لك والله أنا مما أشوف الجلاليب القصيرة دي دمي بفور طوالي بفور ليه وده ذاته اللي بيقول لك بفور ده شفت اللي بيقول لك بفور ده تلقاه بعد شويه يحضر في كوره بتاعت برشلونه وريال مدريد تقول له ميسي كيف يقول لك ظريف جدا وكريستيانو كيف يقول لك 100% اها ميسي وكريستيانو بيلبسوا لحد وين والله يقول لك للركبه يعني ابو ركبه ظريف وابو تحت بيعكر مزاجك اصل الشغل دي لو قصر معناها مفروض داك يعكر شنو داك مش مفروض يعكر مزاجك داك مفروض يخليك ذاته تسوي حاجات تانية ولذلك كلها تناقضات يعني لك يلقى الدقن بدل يقول لك يا اخي دي دليل شنو الدقن ده دليله من القرآن والسنة شنو بيسخر منك في القرآن الله قال عن هارون عليه السلام في القرآن قال لي موسى عليه السلام هارون قال لي يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي دي آية ولا ما آية دي آية طيب في السنة في صحيح البخاري
ومسلم من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى. يعني الشنب ده ما الا تشيله كله، لكن اللي بياكل معاك ده تشيله برا، مما يكتر تشيله برا، مش تربي شنبه زي مسلسل بامبو، ذاك اسمه شنو؟ بومبون ولا شنو؟ تلقاه الشنب يربط عتوت بجنبه تلقاه. وقال لك عفوا الشوارب واعفوا اللحى، تخليها، قال لك تخليها وتصبر على الناس، لأن الناس ما بريحوك. مرة في شارع الإنغاز ده لما انفتنا مجمعات، المجمعات المكتوب فيها عمر البشير دي هناك، مش في مجمعات في شارع الإنغاز؟ لما جينا في الاسطوب في واحد بموتر شاف دقني ده، بس أنا قابلته، أنا والله ما عندي أي ذنب، بس أول ما شاف شافنا أنا قدامه، هو الاسطوب قفل له، قال لي عامي زي التيس. قال لي انا طبعا يا جماعه ما تشوفنا كذي بنهيج وبنتضايق، تشوفنا بنتضايق في الكلام، ولكن والله نحن ما متضايقين، بالعكس الزول ما عارف ده نوري بالراحه بالتي احسن. الزول لما قال لي زي التيس هو مفتكرني بهيج ولا كذي، قلت له اسمع، اللسد واللبوه ابو دقني هاتو، اللسد ولا مرته؟ الله، اللسد، اللسد. طيب ما تقول لي زي اللسد جاري للتيس بتاع التيس بقى مارك طوالي عمك ذاته. الله، انت يعني انت ما تقول لنا زي اللسد، ما شفت اللسد بطفوره الكبار ديك بيسرح الشغله دي براه ومسرحها، ما شفته؟ تلقى متكيف عمك اللسد ذاته، وديك تمشي تجيب له الغزاله وهو يسرح فيه دقنه ياكلها بمزاج. يقول كله اوسع يا اخ، ما والله شوف بيحفظك الله سبحانه وتعالى تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام وتسلك دربه وتصبر عليه اذى الناس. انت كزول شاب يتحمل اذاهم، قول يا اخي انا دي احاديث والله طبقتها، ولا تابع لاي جماعه، لانه الزول يا جماعه في قبره بيسالوه من ربك؟ بيقول الله. لما نكون موحد بيقولوا له ما دينك؟ الجواب شنو؟ مش الاسلام؟ في زول بيقولوا له ما دينك؟ بيقول له انا انصار سنه. الله يدوك حديده ديل تحت ديل، ما عارفه انت ديل. في انت عارف في مسند الامام احمد قال الملكين ديل، قال بيدي احدهما مرزبه من حديد، مرزبه كذي مكتوبه في اللفظ، هي طبعا بالدارجه بتاعتنا بسموها مرزبه. قال لو ضرب بها جبلا لصار ترابا، حديده ثقيله قال لك في القبر جوا شايل الملك. بيسالك جاوبت خلاص، ما جاوبت قال لك لو ضرب بها جبلا لصار شنو؟ ترابا. ده تجي يقول لك ما دينك؟ تقول له لا طبعا، في واحدين بتاع تنظير في الدنيا هنا، انا طبعا حقيقه ينبغي في هذه الاطر ان ننبسخ. والله اذا يديك واحد عرفت شغلك خليك مسلم بس، ما تبقى معي جماعه دي اللي خبطوها كلها، أسألنا نحن عارفين الشغلة لخبطوها كلهم. شفتها ديك بتاع الصوفية دارين يأكلوا مهيوبة، ديك بتاع أنصار المهدي بتاع قصايد ساي ولخبطوا تاريخ ساي زي أستراليا بتاع تاريخ، لا واحد لابس لي جلابية ما تعرفها بيه قدام ولا ورا، فيها جيبين دار يمسك البلد، يعني ده منس عنده جيبين دار يمسك البلد جد، لابسة جيبين وبتاع تاريخ ساي كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية خاضوا اللهيبة وشتتوا كتل الغزاة الباغية وعبد اللطيف وصاحبه ووك يغمك بالحاجات دي. داك بتاع الأخ مسلم يا هو بيشتغل لك شغل بتاع بوماستيك ساي ببرا، حقيقة ينبغي ثم إنه لا بد في الخطة الخماسية، وإنت لا تعرف خمسة من ستة والله. داك بغادي بتاع على طريق القادرية ده يحيرك ذاته مرة واحدة، عندهم ذكر فيه سهسهوب صفحة 114 كتاب اسمه الفيوض الربانية، فيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، ذكر فيه سهسهوب وطهطهوب ولهوب وكهوب الذي سخر كل شيء، مكتوبة كذي والله الذي لا إله غيره، كل حاجاتها والساي الطرق دي جد خليها، خليك مسلم مستقيم بس، ده الدين يا جماعة. وبعد ذاك امر الدنيا ما شددنا عليك، دار تاكل باسطه وكلها، ما شايف يقول لنا ابو باسطه انتو؟
وكل باسطة واشرب لبن وغشة بتاع المانجا داك اوه بمزاج وكل اي شيء شطة وقشزات وكل ما بزول سالك دار تلبس نظيف البس نظيف وظريف وتريح ذاته بيوديك تلبس مرقع شنو البلد دي دار لا مرقع زول يجيب لي جلابية جديدة يرقعها هسي ده فهم شنو هي ما تشرطت ذاته بترقع عليها شايل له بريك تقول اوستن شايل له بريك ماشي بيه ده زمان بتاع باريك بلد دي نصها مواسير الله معليش يا جماعة لكن فيها مواسير دار لا بريك إلا من رحم الله دار لا بريك البلد دي يا أخي مواسير لافة ما شايف الحاصل كلها هذا كله تقول هوس يا أخي الطرق دي كلها خطأ أبقى مسلم مستقيم وشوك دربك ورسالة يا جماعة أخيرة رسالة أخيرة للنساء أنا بزار الدين آيات قاعد أكررها الأيام دي كتير في سورة القصص والله أي بيت تسمع الآيات دي إن شاء الله تاني تمشي عديل ما في ولد بيلعب بها شفتها الولد ذاته لما يسمع الآيات دي بيستفيد منها موسى عليه السلام في سورة القصص قال فلما ورد ماء مدينا موسى عليه السلام خرج من مصر وجاء إلى مدين قال فلما ورد ماء مدينا ودي رسالة للنساء يعرفوا ده الدين ويعرفوا العفة ويعرفوا الأخلاق الطيبة في الآيات دي قال فلما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ناس مجموعة بيسقوا في بهائم ووجد من دونهم امرأتين تذودان في بيتين واقفات بجنبه والرجال دايرين يسقوا وفي صخرة بزيلوها الصخرة دي في بعض الكتب بيشيلوها 40 رجلا وفي بعض الكتب بيشيلوها 10 رجال موسى عليه السلام براو جشال الصخرة زحا الناس كلها لما يتعجبوا من قوته لما مشى للبتين قبل ما يشيل الصخرة قال ما خطبكما يعني قال لهم انتوا مالكم في شنو بالدارجة بتاعتنا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شوف الأدب ده كيف لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني نحن ما بنجي نزاحم الرجال فاهم الآية شنو يعني ما بنجي الرعاة بيسقوا ونحن نجي نسقي لا نسقي حتى يصدر الرعاء مش هسي في السوق العربي وفي بعض الأسواق وين البيت في المواصلات في الحافلة تدفرك وتخشي تدفرك عديل ده قال لك لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير دي فيها فايدة يعني لو ما هو كبير وقاعد في البيت نحن ما كان شنو ما كان جينا فسقى لهما ساق الغنم وشال الصخرة الرعاة ذاته استغربوا في القوة دي والبتين استغربوا في القوة دي قوة موسى عليه السلام وكان أسمر اللون وكان له شعر له تجاعيد عليه السلام في بعض الروايات لما شال الصخرة وخدتها بجنبة سقى لهما ثم تولى إلى الظل شوف الأدب بتاع النبي ده يعني ما بعد سقلين مشالين يتكلم معاي لأنه إذا لو زول من عامة الناس كان مشى ذاته قال لهنا شفتوا الشغل ده كيف صخرة دي أنا ما براي شلتها لكن هو مؤدب وقصده الخير سقى لهما ثم تولى إلى الظل كلامي ده ما مش حاصل مرات في واحدين بتاعين أوهام أنا بعربهم شاب تلقاه ما عنده حاجة يشوف لبيت بيجاي جميلة يجي لي صاحبه يضحك براه ودار يوريه سنونه ما في شيء بيضحكه انا كاشفه طبعا عارف الحاصل يعني احنا الشغل ده جينا وبعد ركبنا الردمية جينا ركبنا الزلط عشان كده عارفين في الردمية الخيران كلها عارفين فهمت كلامي هاي ودارين الناس تركب الزلط الله يوفقنا وياكم بعدين قال ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير دي حاجة اسمها الانكسار ونسبة الفضل الى الله تعالى
الزول ده معاه قوة وما تكبر، مش انكسر لله سبحانه وتعالى. شوف اللي حصل شنو، وشوف البنات ديل ادبن كيف، وشوف هو ادبه كيف، وشوف ابون فاهم كيف. قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء، لما مشوا ودوا الغنم وحكوا الكلام ده لابون، لان ما عمل حاجه غلط. البيت لما ما تعمل حاجه غلط وتمشي تتونس في البيت بتقول الحاجه اللي عملتها. لما مشوا حكوا لابون طوالي، قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء. ودي فيها فائدتين. الفائده الاولى يا جماعه ركزوا معاي كويس، الفائده الاولى ليك بيل كانن بيتين واسي بيقوا بيت واحده، مش دي وقفه؟ ليك بيل كانن بيتين في الرعي، لانه يا جماعه الرعي قد يحتاج لكم نفر، لكن كونه توري موسى عليه السلام انه ابوه داير موسى عليه السلام عشان يجازيه، دي واحدة بتقضي الموضوع ده ولا ما بتقضي؟ بتقضي. وطالما واحدة بتقضي يبقى هم ما حريصات على المرقة اصلا. شكي قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء. واحد من الاخوة نباني جزاه الله خير انه قال على استحياء، اي تغطي وجهها. والفائدة الثانية يا جماعة انه المرأة اذا كان عندها حياء وخجل دي مرأة الرجل يرغب فيها. شفت المرأة لما تكون خجولة لو بقت ما جميلة في شكلها، حتى الأهل يقول لك والله فلانة دي ما أدبة، والله فلانة دي صوتها ما بتسمع، فلانة دي ما بتلام ذا الرجال. المرأة كما قال بعض أهل العلم، المرأة من غير حياء ما عندها خجل، يعني كالجسد من غير روح. فيه فائدة؟ ما فيه فائدة. لما تتزوج لك مرأة لسانها طويل قدر كذي، اه يا زول والله دي تشيل حالك نص الليل، ما جبت الشطة تشطط لك البيت جت، شفت كيف؟ وتغالتك في اي شيء. لكن اللي عندها خجل وعندها ادب تلقاه شنو؟ تكلم بالراحة وكذا وكذا، مش شايل لا ميكروفون تغني نص الليل. هسي دي عندها حياة؟ يوم ذاك انا جايب السلمة سمعت واحد بتغني، لما خجلت ذاته والله حيرت ليه هسي، انا ما فاهم تفسير الشغلة دي ليه هسي. جايب النادي ماشي سمعت البيت بتغني، قالت قلبة قلبة قلبة، انا قلت دي ركشة ولا حافلة ولا دي شنو. ما تميت خطوتين قالت عدلة عدلة، وقلت اللي اتقلب ذاته شنو. والله الذي لا اله كلام ذا ما فيه اي فايدة. ولا تمشي تلقاهم يغنوا في نص الشوارع والشباب ملمومين، وتلقاهم يكوركوا. بعد شوية البيت الغنية بتطير لها طبعا، ان تضل احداهما ما بتنسى. طوالي تم مالك الفتحاب والشقيلاب والعزبة ومبدة، لأنه راحت لها خلاص كله هوس. لكن البيت اللي بتلقاه عندها حياة وعندها خجل دي اللي بتمشي لقدام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. والله وده جمال المرأة بأخلاقها دي، ولو شكلها ما جميل ولو عمياء تحترم الرجل، تتأدب معاه، تصبر معاه، تدي الكلام الطيب، اجي زهجان تواسيه وكذا وكذا وكذا. دي بتستفيد منها، مش بتاع تجيبها من برا وكله كذب زي خاتين لهم بيبسي في النص بيبسيين ويشرب نص ويخلي نص في القزازه نفسه فيها، ما داري يشربها كلها. قول لك انا كان شربتها كلها والله البيت دي بتقول الزول ده جغلان، والعيش ياكل نص ويخلي نص في الكيس. ودي ان جات بمطعم بتلقى الصحن ذاته في خطر، لكن قدام عامل فيها ظريف يعني ياكل نص وخلي نص. اوه ده اللي بيخشوا فيه كان يا بنات الناس، والله الذي لا اله غير بيخشوا يا ناس مجار، ما يا ناس بيقعدوا يتكتكوها كذي، مره عاقلين ومره لافين لهم حاجه بتكتكوها، ويمشوا يحضروا حاجات ويعملوا يكشفوا عيونهم زي الحزينين وعاملين عندهم اشياء. اوه لخبطه كثيره جدا، انا ما داري اشتت الكلام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، شفت الكلمة دي عجيبة جدا، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.
البيت لما تقول للولد ان ابي خلاص بعد ده بتعرف الجاد دي من بتاع الايس كريم زاي بتعرف لما تقول لها ابوي قال لك تعال واذا البيت اللي بتقول ابوي قال لك تعال دي شغلتها نجيضه يعني عندها نوع من النجاضه يعني ابوي قال لك تعال مش امي قالت لك لانه الام في النهايه مرات بتشتغل بالعاطفه ولا انا رايت كذا ولا كذا يا اخي في بنات واولاد دل والله الذي لا اله غيره بيتكلموا كلام ما كلام خلي كلام الكعب داك كلام ذا كانه ازواج البنت تقول له الو يا فلان انا والله الليله ماشيه كذا تستاذن منه وخطيبه زي ولا تلقى زاويه مع علاقه زي كذب على وتكذب على لما واحد جاب لي موبايل البيت غاشاو كاتب له مشهور بالكرم إدارة لها رصيد قالت له انت اسمع على النهاية إدارة لها رصيد إدارة تغش وجايبها إدارة لها رصيد وقراني الرسالة كتبت له مشهور بالكرم وارواح نبيك تنجم حاشاك البخل ده معاه ما بتتلم رسل لي رصيد ودع عليه ما بتندم والله والمعلم ذاك طبعا بتكون شالته الهاشميه زي ما يقولوا هاشميه باطله زي كن حول الرصيد وتلقى جنبه شحات لله يقول لا الله يديك والله الذي لا مجارمه ما يتهون يعني ولذلك يا جماعه الكلام يطول فنحن جينا والله المكان ده خايفين على بنات المسلمين وخايفين على اولاد المسلمين والله ما ظننا في الناس الموجودين ديل وفي البنات والاولاد انه ناس كعبين والا ما جينا نتكلم معاهم لكن ظننا انه الناس قد يكون الزول ما عارف قد يكون ما عارف الدرب ما عارف كذي جرب اشياء كثيره فالحل الناس ترجع الى الله حافظ على الصلوات الخمسه خلي عقيدتك في الله تمام خليك زول مستقيم خلي الفاظك موزونه ما تسيب دين المسلمين لانه بعض الناس يغضب يسيب الدين ودي رده ما تعلق لك حجاب ما تعلق لك كمون خلي عقيدتك تمام البيت تلبس لبس طيب وبعدين الزواج ده قسمه صح ولا ما صح والرزق زي الرزق زمان في اللوح المحفوظ مكتوب فلانة بتزوج فلان يعني ما في داعي الا شنو تضرب بوهية وحاجات زي شغلاتي مكتوبة فهي تصبر وتحتسب وكثير من البنات الزول بيشوف شكلها تلقاها ساوى حاجات هنا هي في اصلها طيبة البيت تلقاها جوا في قلوبها طيبة وكثير من اللي بتغشن ديل تلقاها جوا صادقة مع الولد لكن هو ما صادق معه صح ولا ما صح كثير في النهاية الضرر بقى على هي لأنه ده مش بيغادي بيتزوج وفي النهاية تبقى هي تبكي وتكرفس في الملاية وحاجات صح ولكن احنا الناس يا جماعة تستقيم على الدين شو قدريبة والدين ده دي كلمة أخيرة أنا ما أطول على الناس دي كلمة أخيرة الدين ده ما فيه تشدد ولا دين صعب 24 ساعة عندك بس فيها 5 أوقات تصلي والخمسة إن جمعوها ما بتموا ساعة ساعة من 24 يعني فاضل لك 23 ساعة الله حرم عليك الخمر خمر حلل لك العصائر دي شت هسي كان قالوا ها البيبسي حرام والكوكوكولا حرام والفانتا حرام الحمرة بتاعت الجامعات وكلها حرام ما كان تعبت انت كان تعبت حرم لك شيء بسيط وحلل لك شنو اشيل كثير حرم عليك تغش البيت واحد ما تغش وحلل لك تزوج كم 4 تاصلوا شنو زوج الاولى لسه بتعاين زوج الثانيه لسه بتعاين زوج شنو ثالثه لسه الرابعة تاني كان عاينت تعال قابلنا والله تاني تبقى ماشي في الشارع شغال لا حول ولا قوة إلا بالله براك تبقى عشان كذي شفتها الدين ده سايل ما فيش ما تبارد الهوى السايخ الفنانين هوى السايل ما دار أكرر لك كلام هوى السايل ناس مغشوشين وما لاقين ذاته يقبل وين يوم ذاك واحد قال لي مرة جابوها تغني قالت لو مرة في الأسبوع نتكتك الموضوع ذاته موضوع ذاته هوس والله الذي لا اله غيره ولذلك كله هوس خلي الغنى ابقى زي القران واستقامه وكذي اصحابك علمنا الدين رغبهم في الخير عشان الله يجمعك بهم في الجنه بعدين مش بتريدون علمنا الخير
ودي الصحبة النافعة، صحبة الدين ما صحبة الدنيا. زمان كنا شغالين في سيقة هناك، شغالين طلبة بنيان، واحد شغال معانا في البنيان فوق في أسمنتي، بعدين بيسمع على الحوت كثير للفنان. قلت له أخي أنت الحوت ده مش مات الوقت داك، مات جديد. قلت له الزول مش مات؟ قال لي ياي. قلت له أنت دار للخير ولا دار للشر؟ أنت مش بتريد ودار للخير؟ قال لي ياي. قلت له يا أخي الزول ده مات، بدل أنت تسمع غناه ده تجيب له سيئات، أسأل الله يرحمه وغناه ده وقفه عشان ما تجيب له شر في قبره. قال لي ما صوته سمح، دقس براه. وقال لي والله الذي لا إله غيره، هسي ده فهم؟ ده زول بيقدم له خير؟ دي ما صحبة نافعة. الصحبة النافعة دي صاحبك ده يعينك على الخير، تلقى في الحارة تلقى جنبك، زول دين ماشي حفلة بمسكك يقول لك اه ده دي اوهام زاي، يقول لك امشي الجامع بيجاي، ماشي على محل هنا يقول لك دلوك، يقول لك اخ تعال المحاضرة دي فيها خير كذا، يعينك على الخير. زي موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به شنو ازري، بعدين لما تقع في طامة بقيف معاك، اذا وقعت في مشكلة بتريد بقيف معاك وزول صادق، بعدين لما تجي القيامة الله بلمك به في الجنة. لكن زول دنيا ساي، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله في الدنيا يقول لك ده فردتي ما برضى فيه، بعدين مما تجي القيامة يقول له يا الله والله ده اللفا لي ذاته يا هدى، ويبقوا الشكل قدام الله بعدين، وذاك الناس تشوق الدرب. ونحن إن شاء الله كل جمعة إذا مد الله في الأجال ووفق بنجي نذكر الناس. في شباب كتار بيسمعوا، حس قبل أخونا أحمد ده قال لي واحد لقيته يعني حتى هيئته تغيرت، قال لي والله نحن بس من الحلفاية كنا بنسمع في الكبر بتاع الحلفاية وندق في الدلوكة وكذا بنسمع، والله قال لي أنا أثناء ما ندق بنسمع، في النهاية عرفنا إنه الشغلة دي كلها واستقيمنا الحمد لله على الدين. فنسأل الله يوفقنا وإياكم جميعا ويجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سور متقابلين، ونعتذر للإطالة في البرد ده وقفناكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماع.